والآن معنا على الاتصال المحامي أحمد العبري. مساء الخير محامي. مساء النور، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ حياك الله معنا وسعيدين بهذا التواصل عبر برنامج مع الشبيبة. الله يحفظكم ونحن أسعد يعني. كنا قبل قليل نتحدث عن الرأي الديني وحول أيضا رئيس قسم الإفتاء الإلكتروني، أوضح كثير من الجوانب المتعلقة بآداب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. معك أستاذ أحمد، نريد نقف على الرأي القانوني. اليوم كثير من موضوع التراشق عبر هذه المواقع وهذه الصفحات أو القذف أو السب، سواء كان مباشر وغير مباشر، نتعرف من خلالك على هذا الرأي. نعم طبيعة الحال يعني فعلا طبعا انتشرت وسائل تقنية المعلومات، وللأسف يعني طبعا يعني استغلت استغلال سلبي حقيقة. يعني بالفعل طبعا القانون، قانون الجزاء العماني الجديد أو حتى قانون جرائم تقنية المعلومات، طبعا جرم عقوبة اللي هو طبعا السب أو القذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا يعني لو نظرنا حسب القانون الجديد اللي هو قانون الجزاء الجديد الصادر بمرسوم السلطاني رقم 7/2018، طبعا في نص المادة 268 من هذا القانون، طبعا جاءت هذه المادة وتحدثت أو أوردت مضمون نقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق، طبعا عبر استعمال أجهزة الاتصالات السلكية أو لا سلكية أو الوسائط الإلكترونية. إذن فإذا كل شخص يقوم بنقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق عبر يعني استعمال أجهزة الاتصالات السلكية أو لا سلكية أو الوسائط الإلكترونية بما فيها طبعا برامج التواصل الاجتماعي من التويتر أو الفيسبوك، طبعا المشرع حسب القانون جرمها بعقوبة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على شهر، وأيضا بغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 300 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا فيما يتعلق قانون الجزاء. أما فيما يتعلق قانون جرائم تقنية المعلومات، إذا كان التراشق أو السب على سبيل المثال بين شخصين مثلا في أحد وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، طبعا نص المادة 16 من القانون، قانون جرائم مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعني نصت في فقرتها الأخيرة أنه أو التعدي على الغير بالسب أو القذف. طبعا نص المادة أوردت عقوبة لا تقل عن 1 سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة أيضا لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 5000 أو بإحدى هاتين العقوبتين. أستاذ محمد، اليوم يعني نحن نتحدث عن جوانب قانونية، من وجهة نظرك أيضا أنت كمحامي وكأيضا مواطن، نحن في إطار بيئة وعادات وتقاليد ودين أيضا ينظم حياتنا، هل هذه الجوانب ينبغي أيضا أن تكون لدى الفرد المستخدم لوسائل التواصل قبل أن يصل إليه القانون؟ بكل تأكيد يعني بكل تأكيد، وهذا طبعا من خلال طبعا وسائل طبعا الإعلام يعني عبركم أو عبر حتى وسائل الإعلام الأخرى، يعني من المفترض طبعا أن يكون أن يلم جميع أفراد أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتلك المبادئ. كما تفضلت، هي أولا القانون هو عبارة أساسا هو مبادئ أخلاقية قبل أن تكون قواعد ملزمة، وبالتالي المبادئ الأخلاقية يجب يعني الشخص من تلقاء نفسه أن يترصن بتلك المبادئ، وبالتالي من المفترض أن يستخدم كل منا وسائل يعني وسائل التواصل الاجتماعي فيما خصصت إليه وليس بالسب أو القذف أو حتى في الجوانب السلبية. طبعا كما تفضلت يعني إحنا كمجتمع عماني حقيقة مجتمع يعني وجبئل على بمبادئ الأخلاق العالية، فمن المفترض يعني أن نستعمل وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية وبطريقة بدون يعني نستعمل مثلا السب أو القذف أو الفاظ. لكن أستاذ أحمد، يعني البعض يعني يتناسى ويتجاهل أن هذه الكلمة، هو البعض يدعي أنه يقولها بعفوية وهكذا مزاح، لكن يتناسى التأثير النفسي والاجتماعي التي تؤثرها على الشخص المقصود في مثل هذه التغريدات أو مثل هذه الرسائل التي تبث عبر وسائل التواصل. اليوم إذا جينا إلى الإطار القانوني، الأبعاد والآثار اللي تؤثر فيها هذه المنشورات، هل الرادع القانوني اليوم مناسب الموضوع لمثل هذه التصرفات؟ يا
يعني أعتقد حقيقة يعني بصدور القانون الجديد وأيضا بوجود قانون جرائم تقنية المعلومات حقيقة إلى حد كبير المواد القانونية كافية لردع أو معاقبة الأشخاص أو مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي الذين يستخدموا بطريقة يعني سلبية أو بطريقة مخلة أو بطريقة مخالفة للقانون. يعني فيما يتعلق أيضا كما تفضلت أنا من خلال تساؤلك يعني أنه بعض المشاركات في وسائل التواصل الاجتماعي ربما هي لا توجه مثلا لشخص معين، ولكن ربما تلك أو بعض مضمون تلك الرسائل تحمل مثلا ألفاظ يستعني بها شخص معين. صحيح. فلا يفهمها الآخرون وإنما الشخص الموجه إليه يفهمها أو يستعني بها. القانون حقيقة في القانون الجديد قانون الجزاء الجديد جرم هذا ذلك يعني بنص المادة أيضا 326 من القانون عندما نص يعني كل من قذف غيره بأن أسند إليه بإحدى الطرق العلنية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للإزدراء. واليوم وسائل يعني التواصل أكثر وسائل علنية طبعا هي بكل تأكيد هي وسائل علنية طبعا لكن إحنا نتكلم بعض الأحيان أنه يتكلم عن شخص معين وطبعا بألفاظ هي ليست في مضمونها السب أو القذف، ولكن تلك الألفاظ تزدري أو تحقر ذلك الشخص، ومع ذلك طبعا اعتبر القانون أيضا مجرم أو يعني يجرم ذلك الشخص من يقوم بازدراء الغير. من خلال الألفاظ. أيضا أنت متابعتك محامي، ما أبرز القضايا نماذج لمثل هذه القضايا التي تقع اليوم في المجتمع العماني؟ حقيقة يعني شوفي طبعا أنا من خلال يعني الحين كمهنتي كمحامي أو حتى من خلال وظيفتي السابقة كعضو دعم سابق يعني حقيقة يعني للأسف يعني ظاهرة استعمال وسائل تقنية المعلومات في جانبها وفي ظاهرها السلبي ازدادت في الفترة الأخيرة حقيقة. ما أعرف يعني هل هو فعلا ضعف ربما أو قلة في يعني في التثقيف يعني أو تثقيف المستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أم غير ذلك، ولكن حقيقة الوقائع أو وقائع كثيرة طبعا وردت مثلا للجهات القضائية في الاستخدام السلبي لوقائع لوسائل تقنية المعلومات. أضرب ربما على سبيل المثال يعني فيما يتعلق طبعا انتوا لاحظتوا اليوم مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال في تويتر انتحال الشخصيات او انتحال صفة شخص معين. يعني على سبيل المثال طبعا يعني قبل 3 أو 4 سنوات يعني اتذكر واقع حقيقة انه احد المواطنين طبعا جاء مثلا الى الادعاء العام وطبعا قال انا حقيقة يعني وردتني رسالة نصية على الخاص في التويتر، ويبدو طبعا من خلال تلك الصورة هو أحد أفراد الأسرة المالكة في السلطنة. وطبعا ذكر له إنه هو طبعا يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا مر بظروف في راهنة في تلك الفترة ويطلب فقط وقفته أو مساعدته في تلك الفترة ويعده بعد عودته للسلطنة أنه سوف يعوضه عن ذلك المال بأموال طبعا أكثر من ذلك. أتوقع انتشرت كثير هذه فعلا يعني وصلت لأشخاص عدة أشخاص هذه الرسالة. نعم على الفيسبوك أيضا في أشخاص تحدثوا. نعم 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 ويعني حقيقة طبعا أخونا يعني قام بإرسال حوالي مبلغ حوالي 2,000 أو 3,000 ريال لذلك الشخص المنتحل لشخصية ذلك الشخص أيضا. فيعني حقيقة مثل هالحالات انتشرت يعني بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعني ينبغي فعلا أن يتنبه يعني الجمهور من هؤلاء الأشخاص. فعلا اليوم يأتيك شخص يعني مجهول وبشخصية منتحلة وتقوم بتحويل مبالغ معينة وإعطائه بعض الأسرار الخاصة فيك، أيضا يجب على المستخدم لهذه الوسائل أو من يتلقى مثل هذه الرسائل أن يكون حذر في كيفية التعامل معها. اليوم أيضا نتحدث عن الجرم القانوني على الأشخاص اللي هم ينتحلون أسماء وشخصيات وصور بمعرفات على يعني على صفحات تويتر أو الفيسبوك ويدخلون في تفاصيل اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية كيفما كانت أهدافهم.
نعم طبعا قبل شوي أنا ذكرت أن هناك أشخاص فعلا ينتحلون أسماء وصور شخصيات معروفة في وسائل التواصل الاجتماعي. حقيقة الأمر هؤلاء الشخصيات أو هؤلاء الأشخاص الذين ينتحلون تلك الشخصيات هو واضح أن هدفهم الجانب إيش المادي. حقيقة حسب القانون أيضا حسب قانون الجزاء العماني الجديد يجرم طبعا وفق نص المادة 349 من القانون تحت جرم الاحتيال. طبعا 349 نصت المادة على يعني في مضمونها أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وبالتالي قيام أي شخص بانتحال شخصية معلومة أو شخصية معروفة في البلد من أجل الحصول على أموال الآخرين طبعا القانون يجرم ذلك تحت فعل يسمى الاحتيال وفق نص المادة 349، وعقوبة حقيقة شديدة تصل إلى سنة أيضا، وبغرامة تصل حتى إلى 300 ريال عماني. أستاذ أحمد اليوم إحنا محتاجين نتعامل مع هذا الموقف ليس أيضا بالقانون، محتاجين إلى ثقافة ووعي قانوني لدى المجتمع في سواء كيفية استخدام وكيفية العقوبة. دوركم أنتم كأصحاب لي أو ممارسين لهذا العمل. يعني شوفني طبعا أنا أتمنى حقيقة أوجه نصحي للجمهور أو للأشخاص الذين فعلا يعني يتعاملون أو في وسائل التواصل الاجتماعي أن ينتبهوا لأسماء أو أسماء المعرفين لهؤلاء الأشخاص. طبعا شخصية الشخص إذا كانت حقيقية أو وهمية طبعا يعني ممكن اكتشافها من خلال طبعا الأسلوب أو أيضا من خلال الهدف أو الغاية من التواصل. يعني بعض الأحيان لما الشخص يتواصل معك على الخاص مثلا في التويتر أو في الفيسبوك ويتحدث بلغة المال أو يتحدث مثلا بلغة أنه مثل بلغة أنه يتعرف عليك إذا كان الطرف الآخر طبعا امرأة مثلا، فيجب أن الشخص إيش أن يتنبه على مثل تلك الأفعال، أن الغاية من تلك الوسائل هو طبعا إيش الابتزاز أو الإيقاع الشخص في فخ معين. فبالتالي يجب الشخص فعلا أن يتنبه مع الشخص الذي يتواصل معه من خلال طبعا ظاهر المحادثة. هذا جانب. الجانب الآخر طبعا أنا حقيقة يعني أيضا أتوجه بالنصح يعني لجميع الأخوة يعني أن نستغل طبعا وسائل التواصل الاجتماعي فيما يفيد حقيقة، ولا نقوم أيضا بنشر الشائعات أو استغلالها مثلا لنشر الفتن. يعني أنتم ربما لاحظتوا في الفترة الأخيرة يعني يتم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر شائعات، وحقيقة الأمر يعني نشر الشائعة هي مضرة بأمن وسلامة المجتمع. نعم وأيضا أتمنى حقيقة أن نستغل وسائل التواصل الاجتماعي يعني في مناقشة القضايا التي تهم الوطن بالنقاش البناء، بالنقاش فعلا الذي يعني يورد الحلول للجهة المختصة دون الإساءة بطبيعة الحال لأي شخص. ونحن فعلا يعني نؤكد على كلامك، نتمنى أن تكون وسائل التواصل منبر أيضا التعارف الإيجابي ونشر الوعي والثقافة والطرح البناء لما يسهم في خدمة الفرد والمجتمع. المحامي نعم. أحمد العبري شكرا على هذه الوقفة والإضاءة القانونية. بارك الله فيك. شكرا جزيلا.